بتمنى بس رضاك. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. من أعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير البشر وخاتم المرسلين، اعتزل الفتنة وكان دايما للعهد من الحافظين. هو فرع من شجرة أم النبي، وكان بالجنة من المبشرين، آمن برسالة الإسلام، وكان لرسول الله من التابعين. سعد ابن أبي وقاص أول من رمى سهما في نصرة المؤمنين. سعد ابن أبي وقاص هو من العشرة المبشرين بالجنة، اللي هيكون إن شاء الله كلامنا عنه النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. دايما بنتعلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص هو من العشرة المبشرين بالجنة، وأسلم في سن صغير، وكان لي قصة لإسلامه تسبقها رؤية. كانت إيه هي؟ بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، احترام صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقير صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء لصحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي عليهم، والحذر من الانتقاص منهم، أصل من أصول عقيدتنا، لأنه هم أنقى الناس قلوبا وأقواهم إيمانا. هم صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هم السابقون الأولون، هم المهاجرون والأنصار، هم الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. لا يترضى عليهم إلا مؤمن، ولا ينال منهم إلا منافق. فالترضي عليهم، أن أقول رضي الله عنهم وأحترمهم، هذا من علامات الإيمان، وأن ينال منهم هذا من النفاق. نسأل الله الستر والسلام. من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل من السابقين الأولين إلى الإسلام، بل ومن المهاجرين الأوائل قبل أن يهاجر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. هو سيدنا سعد ابن مالك، وكنية والده أبو وقاص، فهو سعد ابن أبي وقاص. اسم أبي وقاص مالك، اسم أم سيدنا سعد حمنة بنت سفيان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا، شاب قام وقيمة وعائلة وقبيلة، عمره لا يتجاوز 17 سنة، له حكمة وعقل، لا يفعل كما يفعل أقرانه من شرب الخمر وغير ذلك، لا، لديه حكمة الشيوخ وحنكة العقلاء، رغم أنه في بداية الشباب 17 سنة. يرى رؤيا كأنه فيه نور كبير جدا جدا، ويسبقه إلى هذا النور ناس، فهو يجري إليهم، هم سابقينه. فلما قام شاف أنها رؤيا، طبعا رؤيا عظيمة. لما سأل علم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام، سبقه إلى الإسلام. قيل اثنين وقيل ثلاثة، سبقه أبو بكر، سبقه علي، وسبقه زيد بن حارثة، وكان هو رابع أربعة أو ثالث ثلاثة، فكان هو من الأوائل. أعلن إسلامه، يقول ظللت سبعة أيام ثلث الإسلام، ثلث الإسلام، تلت الإسلام، يعني إيه؟ هو ثالث واحد، وقيل رابع واحد، يعني ربع الإسلام، يعني على وجه الأرض كلهم أربع رجال مسلمين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منهم سعد بن أبي وقاص. حاجة كده تخض، يعني سيدنا سعد هو خال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفتخر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم به. كان لما يشوف سيدنا سعد، الله على أنك تقدر الناس وتعرف قيمة الناس، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبالسن ده، وأكبر سنا بكثير من سيدنا سعد، وأكبر قيمة بكثير من سيدنا سعد، وإلى آخره. كان لما يشوف سيدنا سعد وهو أصغر منه سنا بكثير،
يعني سيدنا النبي ضعف سن سيدنا، يعني سيدنا النبي كان عنده 40، كان سيدنا سعد 17 سنة، يعني أكبر من سيدنا سعد ب 23 سنة، ومع ذلك لما يشوف سيدنا سعد كان يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، يعني بيفتخر بيه. ليه؟ لأنه سيدنا سعد من قبيلة بني زهرة اللي منها مين؟ أم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدة آمنة بنت وهب. فهو سبحان الله إيه الأدب ده؟ فكل من كان من عائلة أمي يبقى خالي، حتى وإن لم يكن الأخ ولا ابن العم ولا لا خالص، هو من العائلة فبيسميه خاله احتراما وتقديرا. سيدنا سعد هو وسيدنا الزبير نالا لقبا ما نالوش حد تاني أبدا، اللي هو سيدنا النبي قال لهم هما الاتنين دول بس، جملة ما قالهاش لحد تاني. في يوم أحد لما حصل بقى ما حصل، وإن شاء الله نبقى نفصل ده، وحصل التفاف غير المسلمين على جيش الإسلام واستصعدون ولا تلون على أحد، وإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، حاجة كده خطيرة جدا. فكان من الناس اللي ثبتت رغم إن كتير ولا من اللي ثبت وكان يرمي بسهام قوية جدا جدا وهو رامي من الطراز الأول سيدنا سعد بن أبي وقاص. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقف سيدنا رسوله بجواره يعطيه السهام ويقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي. فداك إيه؟ أبي وأمي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتدي أحدا بأبيه وأمه إلا اثنين، سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، اتنين بس في تاريخ البشرية، والاتنين من المبشرين بالجنة. طبعا والاتنين من المبشرين بالجنة، هم عشرة، منهم سيدنا سعد بن أبي وقاص ومنهم سيدنا الزبير، دول اللي قال لهم سيدنا النبي ارمي فداك أبي وأمي، ارمي يا زبير فداك أبي وأمي، ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. سيدنا سعد 17 سنة رايح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن إسلامه، هو قام وقيمة، وأمه السيدة حمنة بنت سفيان قوية ولها قيمتها ولها رأيها، غضبت لما ابنها أعلن إسلام، أعلن إسلامه، وقالت له أنت إزاي تسيب دين أبيك وأمك؟ والله لا آكل طعاما ولا أذوق شرابا ولا أمس ماء إلا أن تعود عن هذا الدين. كان لي موقف هنا. أيوة طبعا، إلى أو أن أموت. فتظل بوجعي وألمي طول عمرك ولا تزال العرب تعيرك بي، قاتل أمه. موقف قوي جدا طبعا، يعني وكلام تقيل جدا طبعا، بتقول له انا مش هاكل ولا هشرب لما اموت وتبقى انت السبب في موتي والناس كمان يعيروك بده، فتفضل متألم نفسيا طول عمرك لان انت اللي قتلت امك والناس تعيرك، يا اما ترجع عن هذا الدين. فتركها براحتك، فامتنعت فعلا عن اكل الشرب ايام، هزلت وضعفت جدا وكادت ان تموت، كل يوم يروح يقول لها يا أماه تبلغي بطعام أو شرب، يعني كل أي حاجة، تقول له أبدا، إلى أن أموت، وهي دماغها ناشفة جدا، يعني حاجة قوية، وهو أبدا، إلى أن قال لها في يعني آخر موقف بقى، قال لها يا أماه ما على وجه الأرض بعد الله ورسوله أغلى منك، ويا أماه والله ما اخترت إلا الله ورسوله، أنا ما اخترتش إلا ربنا والرسول، يا أمه وبقوة بقى، لو كانت لك 1000 نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن دين الله أبدا. يا ده الرد أشد، قوة جدا. فهي لما شافت منه ده أذكية، يا ذكية، شافت إنه إيه؟ خلاص ما فيش فايدة، لا ما فيش لا تراجع ولا استسلام، فأكلت وشربت. وفيها أنزل الله قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف.